وللمزيد حول زيارة الوفد الأوروبي إلى مستشفى العريش يطلعنا الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري بالتفاصيل الآتية. زملائي في الاستديو ومشاهدينا الكرام، من هنا من معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة واستمرار لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية من جانب مصر، نتحدث في أكبر أو أحدث رقم هو مرور ما يقرب من 172 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، ونتحدث عن 32 شاحنة عبر معبر العوجة، بالإضافة إلى مرور 4 شاحنات للغاز والوقود. خلينا أقول أن هذه الجهود الإنسانية المكثفة والمستمرة من مصر تأتي بالتزامن مع زيارات دولية وضغط دولي كبير. ها هو وفد من البرلمان الأوروبي مكون من 5 أعضاء قام بزيارة إلى منطقة العريش، ثم تلاها مستشفى العريش في البداية، ثم بعد ذلك المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري. وفي هذه الأثناء توجهوا إلى ساحة انتظار الشاحنات، ثم توجهوا بعد ذلك إلى معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة. وفي سؤال للتلفزيون المصري توجهت بسؤال لهم لهذا الوفد البرلماني عن مدى المأساة التي يعيشها قطاع غزة، وإلى أي مدى يمكن أن يضغط البرلمان الأوروبي على إسرائيل باتجاه زيادة إدخال المساعدات الإنسانية عبر هاتين البوابتين المتجاورتين لزيادة إدخال الشاحنات وإدخال المساعدات الإنسانية. قالوا نحن موقفنا ثابت، نحن ندعو أولا نثمن الدور المصري الكبير في مجال المساعدات الإنسانية من جانب، ثم أيضا نحاول أن نضغط بكل الوسائل لوقف إطلاق النار ومن ثم زيادة إدخال الشاحنات. نحن نعرف الوضع المأساوي داخل قطاع غزة سواء على المستوى الصحي أو الطبي أو على أيضا عدة مستويات أخرى، وده يمكن لقاء مباشر سيجمع بين وفد البرلمان الأوروبي مع الذين أتوا من قطاع غزة الآن وعلى الهواء مباشرة ليتعرفوا على أحوالهم بشكل مباشر وطبيعي. إذن هذه صورة لقاء مباشر بين وفد البرلمان الأوروبي وبين من قدم إلى قطاع غزة للإطلاع وبشكل مباشر عن المأساة التي يعيشها أهل قطاع غزة سواء عن الناحية الإنسانية أو الصحية أو الطبية. حتما قالوا أننا سننقل هذه الصورة إلى الاتحاد الأوروبي. ما يعنينا أولا هو وقف إطلاق النار، عدم وجود أي ضحايا جدد، ثم الأمر الثاني والأهم هو زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر هذه البوابات وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية بشكل كبير. يمكن هذه لقطات حية ومباشرة على الهواء تجمع بين وفد البرلمان الأوروبي وبين النازحين من قطاع غزة أو يعني عدد من الذين خرجوا من قطاع غزة للتعرف على أحوالهم بشكل مباشر. إذن هذا هو الوضع أمام المعبر، مرور إنساني وإغاثي من جانب مصر بتنسيق عبر معبر رفح، وأيضا ضغط دولي يتمثل في مثل هذه الزيارات المستمرة والمتتالية من جانب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل في اتجاه وقف إطلاق النار من جانب وفي اتجاه دخول المساعدات الإنسانية من جانب آخر. إليكم زملائي.